بصوا بقى يا شباب، احنا النهارده هو فاضلنا في المحاره نص ساعه، فالنص ساعه دي هنحل فيها الامتحان اللي انتم امتحنتوه من شويه. تمام، اتفضل. وقف الباب وراك، اقف الباب وراك، مش عايز اسمع صوت بقى خالص. انا عارف ان في ابداع بالزياده، فاحنا دلوقتي هشرح لكم حل الامتحان. هتلاقي ان الامتحان اصلا مش صعب، بس انت اللي ممكن اتلخبط، فكرت غلط، او ممكن تبقى مشيت معاك صح وحليت، يعني ايا كان. بصوا السؤال الاول، مش عايز بقى صوت بقى خالص، نهدى. بصوا السؤال الاول كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك قول لي ايه الايرور او ايه الغلط اللي في الكود ده. ايه؟ مش سامع. بصوا بيقول لك ايه؟ اكس بيساوي ماينس 10 الى 2 الى 10. يبقى معنى كده ده فيكتور كام بقى؟ واحد في كام؟ في 21. لا، واحد في 11، واحد في 11 يعني ستيب 2. واحد في 11 يعني ستيب 2. تمام؟ الثاني الواي كام؟ الواي كام؟ ماينس 10 إلى 2 إلى 10. فبرضه واحد في 11. قال لك مين؟ الزد هتساوي إكس في واي ترانسبوز. واي ترانسبوز، عارف لو هي واي بس؟ لو واي بس كان يبقى فيه غلط. لكن هي واي ترانسبوز، واي ترانسبوز دي معناها ايه؟ ان الاكس واحد في 11، الواي ترانسبوز 11 في 1. تمام؟ فيبقى اللي جوه كام؟ 11 و11، الاثنين الانر دايمنشن متساوي، يبقى الناتج النهائي ايه؟ 1 في 1. اللي هو الزد ده هيطلع ايليمنت واحد بس. كاني بضرب صف في عمود. تمام؟ فيبقى في الحاله دي السؤال الاولاني مفيش ايرور. لو هي كان في ترانسبوز بس، مش عايز اسمع صوت خالص. لو ما كانش في ترانسبوز، لو ما كانش في ترانسبوز كان هيبقى الايه؟ كان هيبقى الاجابه الصح اللي هو رقم بي. لو ما كانش في ترانسبوز، لو ما كانش فيه ترانسبوز كان هيبقى الاجابه الصح اللي هو ايه؟ رقم بي. انتوا بتتكلموا مع بعض ليه؟ طيب السؤال الثاني بيقول لك، بيقول لك ايه من اللي جاي ده مش نوت، في نوت اهي، مش ستيب، مش خطوه من خطوات البرمجه. هل هي تحليل المشكله اول واحده، ولا تصميم الالجوريزم، ولا عمليه الكودينج، ولا عمليه انك تعمل كومبايلنج، ولا ان انت تعمل ترانسفير للداتا، نقل للبيانات، ولا كل اللي فوق؟ ايه؟ رقم اي، نقل الداتا، نقل البيانات. هو احنا سمعنا ان احنا في عندنا حاجه اسمها نقل بيانات في البرمجه؟ السؤال الثالث، مش سامع. السؤال الثالث ده نسمع، على فكرة هاخد قرار دلوقتي هتزعلوا منه كلكم، مش هسمع صوت خالص لآخر المحاضرة، اللي هسمع صوته بعد كده هيزعل. السؤال الثالث ده أظن
احنا خدنا اللينير سيستم وحلينا عليه في المحاضره تمام. فبيقول لك عايز الكوفيشنت ماتريكس اللي هي الايه. طبعا كالعاده جايه متلخبطه، هتعمل ايه؟ هترتبها. فهيبقى ايه الاكس والواي بتوع اول معادله هتجيبهم في اليمين، يبقى ايه اكس زائد 2 واي زائد 3 زد هيساوي 1. المعادله الثانيه هيبقى 4 اكس زائد 5 واي، وهتجيب ال 6 زد الناحيه دي بالموجب، وهتودي السالب 1 الناحيه الثانيه هتبقى 1. وبعد كده هتودي الاكس 7 اكس وال 8 واي الناحيه الثانيه، هيبقى 7 اكس زائد 8 واي. فيبقى انت عندك الكوفيشنت ماتريكس كام؟ 2 لا 1 2 3، ده الصف الاولاني. الصف الثاني 4 5 6 7 8 0 اللي هو تشويس رقم كام؟ رقم سي. تعالوا في السؤال الرابع. السؤال الرابع بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه الاوتبوت بتاع الكود التالي؟ بص بقى، انت عندك هنا اتنين لوب جوه بعض. اللوب الاولانية فور اي بتساوي 1 إلى 4، بعد كده لقيت عندك في اي يساوي 5، بعد كده فور جي يساوي 1 إلى 4، الاي هتساوي اي زائد 5، وبعد كده هتقفل اللوب الاولانية وتقفل اللوب التانية، وبعد كده طالب منك تعمل ايه؟ تعرض قيمة الاي. طيب دي احسبها ازاي؟ احلها ازاي؟ بص بقى، الاي اللي بيساوي 5 اللي جوه اللوب الاولانيه لغت اللوب الاولانيه. لغت اللوب الاولانيه ليه؟ لان انت في اللفه الاولى دخلت الاي بيساوي 5، وبعدين تخش هتخلص اللوب اللي جوه. تمام؟ اللوب اللي جوه كام؟ من 1 لـ 4، يعني انت هتلف 4 مرات. اول قيمه ابتدائيه للاي كانت ب5، هيبقى 5 زائد 5 10، تلف تاني زود 5 يبقى في اللفه الثانيه بقت كام؟ 15. الاجابه النهائيه تطلع 25. جت ازاي؟ جت ازاي؟ بص، بدي كام؟ بدي الايه 5، فخلاص يبقى ملهاش لازمه اللوب الاولانيه. طيب اللوب الثانيه بقى، تعالى بص كده. الايتريشن ادي هنا الاي وادي هنا الاي. ادي هنا سوري الجي بقى الجي. لما الجي بواحد هيبقى 5 و5 يبقى دي بكام؟ ب10. 2 هزود 5 15. 3 20 4 25. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده قال لك عايز قيمة الجي النهائية. حلو كده؟ الجي انيشيالي قيمة ابتدائية كانت بكام؟ زيرو. طيب قال لك لوب من 1 إلى 8، يعني هلف كم مرة؟ 8 مرات. في كل مرة الجي هتساوي جي زائد 1، يبقى الايه؟ الناتج بتاع الجي كام؟ 8. ايوه يبقى 8. تمام؟ لو القيمة الابتدائية كانت بواحد كنا هنوصل لكام؟ ل9. طيب ايه نقط از بروبلم سولفنج او سولف بروبلم سولفنج بروسيس اللي عملت البرمجه بروجرامنج؟ طيب ايه؟ بيقول لك نقط از بروبلم سولفنج بروسيس، ايه هي عمليه حل مشكله؟
البرمجة البروجرامينج. طيب اللي بعد كده بيقول لك الاف ستيتمنت، جملة الاف كان هاف مالتيبل ديسيجن فاريبل، ممكن يبقى عندك اكتر من شرط جوه الاف، صح ولا غلط؟ صح، ايوه ترو صح. ممكن يبقى ايه شرط او اثنين او ثلاثه، كنا بنستخدم يا اند يا اور في النص. طيب السؤال الثامن، نسمع بقى السؤال الثامن ده. السؤال الثامن بيقول لك ايه؟ عايز قيمه الاي، بص بيقول لك اللوب هتفضل شغاله will be continued until لحد ما الاي يوصل كام؟ 51. جت ازاي؟ جت ازاي؟ انت عندك هنا من 1 الى 50 وبتمر بخطوه او ستيب 2، يعني اول اتريشن 1، الاتريشن الثانيه 3، الاتريشن اللي بعدها 5، هتفضل ماشي لحد كام؟ 49. لحد 49، ال 49 دي اللي هتتنفذ. حلو كده؟ بعد كده هتزود كام؟ 2، يبقى كام؟ يبقى 51. يبقى اللوب اول اي او اول جي بقى هي اي، اول اي مش هيدخل جوه اللوب، هيبقى كام؟ 51 اللي هي الاي النهائي. تمام؟ تعال نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. بيقول لك ذا نقط ترانسليت بروجرام ريتن ان هاي ليفل لانجوج انتو ماشين لانجوج، ايه اللي بيترجم من الهاي ليفل للماشين؟ كومبايلر اللي هو رقم سي. طيب السؤال العاشر بقى بيقول لك القيمة النهائية، نسمع القيمة النهائية للصم. انت القيمة النهائية للفاريبل اللي اسمه صم، هو واخد في القيمة الابتدائية كام؟ 1. ودو انا ما بشيكش على مين؟ على شرط، فبدخل انفذ. فاول مرة هيعرض لي كام؟ 1. بعد كده هيزود الصم بتلاتة، بقى كام؟ بأربعة. بعد كده الاربعة اللي بنقى يساوي 50، هفضل الف الف لغاية اخر قيمة هوصل لها كام؟ هي 52 صح، بس جت ازاي بقى؟ ان اخر قيمة لو خدت بالك انا بجمع 3 3 3 هوصل لل 49 اخر قيمة مقبولة. بعد كده هزود 3 بقت كام؟ 52. فاخر قيمة هتتخزن ما تدخلش جوه اللوب 52. ايه؟ هقف عند 49، بس 49 دي اللي هتتنفذ. 49 دي اللي هتتنفذ، لما ادخل جوه لما ادخل جوه ازود الصم 49 ده كام؟ بقى كام؟ 52. القيمة النهائية، القيمة النهائية اللي هتتنفذ في الصم 52. طيب هو عايز قيمة ايه؟ اللي في المثال ده احنا اخر اي وصلنا له كان كام؟ اللي اتنفذ 49. 49 في 2 98. نقول تاني، اخر قيمه للاي اتنفذت كام؟ 49 في 2 51، ما اتنفذتش 51 اللي ما دخلش هو اللوب، لكن اخر قيمه دخلت هو اللوب كان كام؟ 49. 49 في 2 يبقى 98. بيديك الايه من 1 الى 10، يبقى السايز بتاعها كام؟ 1 في 10. تمام؟ هنا قال لك ايه؟ قال لك عايز الاف ترانسبوز، يبقى 10 1. انا قلتها لكم وانا في امتحان، قلت لكم ركزوا، انا طالب الاف ترانسبوز مش الاف. الاف السايز بتاع الايه 1 في 10. لما اجيب لك بقى الترانسبوز بتاع الاف يبقى 10 1.
ماشي خش السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده يقول لك عندك اثنين هاونا لوب، واحد هاونا لوب واحده جوه، اثنين فور لوب، فور اي بيساوي 1 الى 4، فور جي بيساوي 1 الى 4، الاي بيساوي 5، وبعد كده اي بيساوي 8+5. الناتج النهائي كام؟ 10. ليه بقى؟ لان انت حته الخمسه ساعه جوه ونتج الويل. اسمع بعد كده بيقول لك نقط is a function used to calculate square root اللي هي ايه؟ اس كيو ار تي اللي هي رقم بي. اس كيو ار تي ايه الداله اللي بتحسب الجذر التربيعي؟ سكوير روت اس يو ار تي تشويس رقم بي. طب ايه الداله اللي بتحسب الايجن فاليو؟ رقم 1 ايجن. ايجن هي ايجن. تمام. السؤال السادس نقط is a function that used to calculate the inverse بتاعت الماتريكس. اظن دي عمالين رايحين جايين رايحين جايين. ايه تشويس رقم بي. طيب ايه الديفولت انكريمنت بتاع الفور لوب او اللوب عموما؟ النقطه بالستاندرد 1. طالما ما كتبتهاش يبقى هي هتنقص 1. بيقول لك واي لوب، الواي لوب ممكن ياخد مالتيبل من ديسيجن. الواي لوب ممكن يبقى فيه اكتر من شرط. ايوه يبقى دي ترو. طيب السؤال رقم 20. السؤال رقم 20 ده يعني بيجاوب نفسه. هي دي فوت بتاعت الفور. اللي هو انهي واحد؟ طيب ما يا ابني انا قلت لك الوايل لوب ممكن ياخد اكتر من ديسيجن فاريبل. قلنا اه. ايه الفانكشن؟ ايه الفانكشن اللي هستخدمها عشان اجنريت فيكتور كل العناصر اللي جواه واحد؟ يبقى 18 تشويس رقم ايه؟ و19 تشويس ايه برضو اللي هو ترو. طيب 20 اظن 20 ده مجاوب نفسه. رقم فردي. طب ال 21 انا بديك هنا الاي بخمسة وقلت لك اف مد اي واتنين يعني باقي اسمة الاي على اتنين يساوي زيرو هيبقى مين؟ هيبقى ايفن يعني زوج. إلس ما كانش ده هيبقى ايه؟ هيبقى اود. وبعدين بالعقل كده بالعقل السؤال في ايفن واود يعني يا ايفن يا اود اللي هيختار بوزيتيف او نيجاتيف ازاي؟ هو بيقول السؤال ده بيجاوب نفسه. طيب اللي بعد كده بيقول لك الواي لوب هتتنفس كام مره لو الشرط غلط؟ ولا مرة. نيفر صح صح نيفر ولا مرة ماشي.
بيقول لك الفور لوب، في الفور لوب ان انا استخدم ستيب نيجاتيف، يعني بدل ما انا بنط بواحد انط بسالب واحد، افيلابل ولا مش افيلابل، مسموح ولا مش مسموح، مسموح فدي ترو. لا هتبقى ايه؟ هتبقى فولس لان انا حاطط لك نط مش مسموح. هي فولس لان هي بتقول لك مش مسموح، لكن هي مسموح. فولس. طيب الكومنت اللي بستخدمه عشان اعمل ديسبلاي لاي فاريبل على الشاشه. اني تشويس بقى؟ رقم بي ديسك وبين قوسين اسم الفاريبل اكس. ليه؟ هطلع قيمه فاريبل كومنت، يعني اني واحد من دول الصح؟ ايه؟ هتبقى رقم بي ديسك اوف اكس. لو انا كنت عايز اطلع رساله نصيه كنت بحط سنجل كوتيشن، لكن عايز اطلع محتويات المتغير بحط اسم متغير بس. طيب ده بوست. طيب واللي بعده؟ انا بستخدم اللوب عشان اتجنب تكرار كتابه نفس الكود تاني. طيب رقم 24 بوست خلاص. 25 ترو. Thank you.